السلام عليكم الشباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ محاضرتنا اليوم الباندل برانج بلاك، اللي هو حصر الحزمة اليسرى وحصر الحزمة اليمنى، يعني الليفت باندل برانج بلاك هناخذ بيها، وناخذ ايضا الرايت باندل برانج بلاك. تقديم الاستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض فرع تمريض البالغين. طبعا احنا قبل ما نبدي بموضوعنا حنذكركم بالالكتريكال مالت الهارت. انتم مثل ما تعرفون بانه الهارت الكتريكال اكتيفيتي بيجاين ان ذا سانيوتيريال نود، اللي هي هذه اللي تعتبر نيتشر بيس ميكر، يعني الناظم القلب الطبيعي، which is situated on the upper right atrium. The impulses travel next through the left and right atria and summation at the atrioventricular node. طبعا الكهرباء تجي من الليفت ومن الرايت اتريوم، تتجمع بالاتريو فنتريكل. ففروم ذا اتريو فنتريكل ذا الكتريكال امبالسز ترايفل داون، يعني باعو شلون دا تنقل للاسبان الباندل اوف هيز. حزمة باندل اوف هيز بدورها تتقسم divided into the right and left bundle. طبعا بهذا السلايد دي واضحين عندنا right bundle branch below. Right bundle branch contain one vesicle، يعني يحتوي على انه يتكون فرع الحزمة اليمنى من حزمة واحدة، في حين انه الليفت باندل برانج سب ديفايدد يتقسم الى ان الليفت انتيريور فاسكال والبوستيريور الليفت بوستيريور فاسكال. واكو بعض المصادر تقسم other sources divided the left bundle branch into three vascular، اللي هو ان left anterior vascular والposterior left posterior vascular وعندنا left septal vascular. طبعا هنا هذا السلايد نشوف به ان the thicker left posterior vascular bifurcate with one vascular being in the septal aspect. طبعا الحزمة اليسرى الخلفية نشوفه باعو يصير thicker، يعني اثخن من الليفت انتيريور فاسكال، ونشوفها ايضا تتشعب حتى لتعطي حزيمه من ناحيه عندنا السبتال اسبكت. بالنهايه ultimately the vascular divided into many of Purkinje fiber. بالنهايه انه هذه الحزيمات تنقسم الى ملايين من الياف Purkinje which interdigited with individual cardiac myocyte اللي هي اللي تؤدي الى انه تتشابك بدورها مع خلايا العضلة القلبية، وهذا حتى يسمح لون فور رابيد coordinated and synchronous physiologic depolarization of the ventricle. هذا حتى يسمح بحدوث إزالة استقطاب فيزيولوجية سريعة ومنسقة ومتزامنة. طبعا هذا يوضح
السلايد وين بندل برانج اور فاسكل بكم انجري، يعني هنا يما يصير تأذي بفرع الحزمة الحزمة بسبب هذا التأذي اللي دي يصير، اما بسبب الهارت ديزيز او بسبب مايوكارديال انفكشن انتشاء العضلة القلبية او بسبب كارديك سيرجري، ات مي بي سيز يعني قد ينقطع من ممكن انه تفشل او تنقطع نقل الاشارات، يعني هنا سيز تو كوندكتد الكتريكال امبالسز يعني تنقطع نقل الإشارات الكهربائية بشكل صحيح، فينتج منها نتيجة لهذا أنه حيصير ينتج من نتيجة يصير التريتد يعني تغير بالباثوي، حيصير تغير في مسارات إزالة الاستقطاب البطيني، فالتريتد باثوي فور فنتريكل جي بولاريزيشن. بعض الاستاذ انه يوضح يقول انه بما ان الاشاره الكهربائيه سينز ذا الكتريكال امبلس كان نو لونجر يوز ذا بريفيرد باث واي اكروس ذا بندل برانش، يعني بما ان الاشاره الكهربائيه غير قادره على العبور بالمسار الطبيعي فاللي عبر فرع حزمة هز فحتم ستنقل ضمن انه it may be moved instated through muscles fibers in a way that both slow the electrical movement and change the direction of propagation of the impulses. يعني انه اللي حيصير انه هي ما حتى تقدر تنقل بالمسار المناسب الامبلسز ما حيقدر ينقل ايش حيصير، حتنقل ضمن الالياف العضليه، فيما تنقل يعني سيلز تو ذا سيلز، احنا مثل ما تعرفون يما تنقل الاشاره الكهربائيه من سيلز لسيلز تصير شنو؟ تصير بطيئه أصير على نحو أبطأ وطريقة تغير انتشار التنبيه الكهربائي، حيتغير التنبيه الكهربائي وبالنتيجة أنه as a result there is loss of ventricle synchrony and ventricle depolarization is prolonged، والنتيجة أنه حيزول التزامن البطيني ويطول الانقباض البطيني. طبعا هسه احنا وصلنا الى رايت بندل برانش بلاك او حصر الحزمه القلبيه اليمنى، وهاي الرايت بندل برانش بلاك اكر يحدث لما يصير عندنا بالكوندكشن ثرو ذا رايت بندل برانش بلاك از ديلي اور انتربتد، يمن باعوا هنا صاير اكو بس عطب بحزم بالجهه الرايت جهه اليمنى، وهذا العطب هذا ايش حيسبب؟ حيسبب ديلي او انتربشن بوصول الكهربائيه بالامبلسز، وهذا طبعا يصير ويا المرضى اللي عندهم هارت ديزيز هايبرتنسيف عندهم كارديوفاسكولار ديزيز عندهم رايت فنتركل هايبرتروفي كونجنتال ديجن، ومن ناحيه اخرى قد نشوف ايضا حتى بالهيلثي انديفيدجوال يجوز اي واحد من عندنا اذا ياخذ تخطيط يجوز يشوف عنده رايت باندل برانج بلوك، يعني يمكن انه يكون موجود. طبعا بهذا السلايد يوضح during right bundle branch block the right ventricle is not directly affected activated by impulses traveling through the right bundle branch،
يعني هنا خلال الحصار فرع الحزمة الأيمن لا يتم تنشيط البطين is not directly activated، يعني البطين الأيمن ما حيتنشط، لا يتم تنشيطه مباشرة من قبل النبضات اللي تمر خلال الفرع، يعني through the bundle branch. The left ventricle, however, is still normally activated by the left bundle branch. في حين انه طبعا في حين ان البطين الايسر لا يزال يتم تنشيطه بواسطة الفرع الأيسر activated by the left bundle and these impulses يعني هنا هاي الامبالسز انه تصير are able to travel through the myocardium of the left vent of the left ventricle to the right ventricle. يعني هنا حتى النقل الكهربائية من جهة من جهة طبعا left ventricle to the right ventricle وبعدين براها يصير عندنا depolarization لل right ventricle. طبعا as a conduction through the myocardium is slower than the conduction through the bundle of his and Purkinje fiber. يعني تعرفون ان الكهربائي هسه هنا أنا حتنقل من cells to the cells، اذا نقلت من cells to the cells تصير المرور مالتها slower أبطأ من لو كانت هذه الكهربائية تنقل عن طريق الطريق الطبيعي مالتها اللي هو bundle of his and Purkinje fiber. فنتيجة لهذا احنا شو نشوف بهذه بالاي سي جي؟ حنشوف انه هذا عندنا الكيو ار اس، نشوف عندنا وايدن كيو ار اس اند ويصير طبعا الكيو ار اس يظهر مركب عريض وانحراف الى اضافي، وهذا يعكس ذات رفلك ذا رابد ديبولاريزيشن اوف ذا ليفت فنتركل. هذا عندنا إزالة الاستقطاب السريع اللي دي يصير بالليفت فنتركل بالبطين الايسر، هذا هو دي عكسه، فيظهر لنا هذا الاكسترا ديفيكيشن اوف ذا كيو ار اس. بعدين يليها followed by the slower depolarization of the right ventricle، يليها إزالة استقطاب أبطأ من يكون بالبطين الأيمن. طبعا احنا لما نقرأ الرايت باندل برانج بلوك فاحنا اكو بس نقاط لازم احنا ناخذها بنظر الاعتبار. We can put that into perspective. اول شيء السبتال اكتيفيشن اكر نورمالي from right to the left، يعني انتو مثل ما تعرفون انه يحدث تنشيط الحاجز بشكل طبيعي صير من جهة اليمين إلى جهة اليسار. If we are monitoring from the right chest lead V1 the force of the subdepolarization move toward the positive electrode. طبعا يمن احنا نراقب من الجهة اليمنى للصدر اللي هو يمثله في 1 فيصير انه تتحرك قوة ازالة الاستقطاب الحاجز نحو القطب الموجب، فمن تتحرك ازالة استقطاب الحاجز نحو القطب الموجب toward the positive electrode فحيظهر لنا شنو بالاي سي جي، يعني حيظهر مقطع الار
is directed upward, initiated part of the QRS is directed upward. فنشوف هذا المقطع مالت الار يصير upward. Free wall of the left ventricle depolarizes. This time the direction of depolarization is away from positive electrode. فهنا إزالة الاستقطاب من البطين الأيسر هذه المرة يكون إزالة الاستقطاب بعيد عن away from the positive electrode، بعيد عن القطب الموجب. لهذا السبب احنا شنشوف so that next part of the QRS يصير عندنا negative هذا البارت. The right ventricle is stimuli abnormal by the direction of depolarization. يعني قلنا احنا الموجة تنقل من الامبالسز ينقل cells to the cells من left ventricle الى left الى right ventricle، فحيصير stimulation، حيصير عندنا direct depolarization. فنتيجة لهذا حصير الموجة حتتحرك باتجاه البوزيتيف الكترويد، فيظهر عندنا هذا البوزيتيف الكترويد ار upward. In V1 there are two R waves because of the normal right ventricle activation. نتيجة انه لان الاكتيفيشن الديبولاريزيشن اللي يصير بالرايت فنتركل يصير ابنورمال، تجي الكهربائية، لان تجي الكهربائية عن طريق سيلز تو ذا سيلز من الليفت الى الرايت. فنتيجة لهذا شو نشوف؟ نشوف الكيو ار اس وايدين عريضة. When the force of depolarization move toward positive electrode، لما تتحرك الكهربائية باتجاه القطب الموجب، فش حيصير عندنا بالكيو ار اس؟ حيصير عندنا positive، يعني يصير upward or positive. في حين يمن انه الكهربائية تتحرك when force of depolarization moves away from a positive electrode، فيمن تتحرك الكهربائية باتجاه بعيد عن القطب الموجب، فحيصير عندنا ال QRS defication is a negative. طبعا احنا حتى نعرف اذا نريد نعرف المريض عنده باندل برانش بلوك، فاحنا نتعرف عليه من خلال انه نشوف انه بالاي سي جي الكيو ار اس نشوفه عندنا وايدن كيو ار اس عريضه، في حين ان بقيه الرثم يكون ويا رثم نورمال از يوجوال رثم نورمال. فاحنا حتى نميز ايضا الليفت باندل برانش بلوك من الرايت باندل برانش بلوك، فاحنا لازم نباوع عليه V1 و V2. طبعا الكرايتيريا فور رايت باندل برانش بلوك نشوف عندنا الكيو ار اس تصير وايد، تصير مور ذان 0.12، نشوف عندنا وايد اند سلورد بالاس ويف ان ليد 1 ليد V5 V6، فباوع سلور يعني تصير مدمغه. نشوف طبعا الار اس ار ليد V1 و V2، ونشوف قد يصير اكو سكندري تشينجز بالاس تي ان تي ويف، يعني هذا ان الاس تي شوفوه صاير مثل دبرشن، باعوا شلون نازل ديبريشن. التي ويف قد تكون اوبوزيت دايركشن، فهنا قد يصير بيها تشينج، فسكندري اس تي تي ويف تشينجز. طبعا هذا السترب الاستاد الثاني، هذا هنا نعطينا نعطيكم بس ثريب
بي سي جي، وهذا الستريب هو يمثل في 1. فاذا شفتوه شوفونه هو الهارت ريت معدل اي تي بيت بير مينيت، وشوفون موجوده عندنا البي ويف، ونشوف طبعا بريسيد هاي البي ويف ريسيد فور ذا كيو ار اس. واذا نشوف البي ويف كلها تصير ذا يونيفورم الشابه، والكيو ار اس ايضا يونيفورم شعبه ويصير ريجولار ريثم. ونشوف طبعا موجود الار اس ار اللي هو بالفي 1، فهذا اذا شفتوا هيك ستريب هذا شو نسميه ساينس ريثم وذ رايت باندل برانج بلوك، لانه هو بي بالبي ويف وبالريجولار ريثم فسميناه، والهارت ريت الطبيعي فسميناه ساينس ريثم ويا رايت باندل برانج بلاك. طبعا الرايت باندل برانج بلاك از توايز از كومن از ليفت باندل برانج بلاك، يعني يصير تقريبا عدال مرتين من الليفت باندل برانج بلوك. وديفلوب يمكن ان يتطور عند المرضى اللي عندهم سبيشالي فور تاكي كارديا، والرايت باندل برانج بلوك يمكن يجي من نتيجه من يصير عندنا اكلوجن بالانتريد زيندين كوريناري ارتري، ويكون اسوشيتد وذ اكستنسيف مايوكارديال دامج، يعني من يصير بالمريض اللي عنده اكستنسيف بالمايوكارديال انفاكشن احتمال يصير عنده هذا المريض تطور حالته فيصير عنده رايت باندل برانج بلوك، لانه هو نتيجه هذا الاكستند اللي دي يصير بالمايوكارديال دامج. طبعا هسه احنا وصلنا الى ليفت باندل برانج بلوك. هذا يحدث يمن we conduction through both segment or both vesicle of the common bundle of the common left bundle is delay or interrupted، يعني من يصير هنا هذا عندنا الليفت باندل برانش بلوك، واحنا قلنا يقسم الى قسمين يعني ديفايدد فور ذا تو فاسكال او سيجمنت، اكو عندنا الانتيرير ليفت باندل وعندنا البوستيرير. في من يصير هنا عندنا ديلي بالكهربائيه مالت بالبوث، ف ايش حيصير؟ طبعا هذا حيصير عندنا ديلي اور انتربشن، هذا يصير دائما مصاحب في حال الاسباب مالته قد يكون اما فنتركل هايبرتروفي او كورنري هارت ديزيز او كونجنتال ليجن. والليفت باندل برانش بلوك يكون دائما ايضا اسوشيتد قد يكون مصاحب للانفيرر ام اي او الانتيرير هو ام اي، وهذا يعتمد على الكورنري لبلاس سبلاي ذا كمان ليفت باندل برانج بلوك. طبعا بالليفت باندل برانج بلوك اللي حنشوفه انه الاتريال امبالسز كوندكت نورمالي through the arterial and through EV junction البلوك شوين يصير الانسداد؟ يصير بالليفت باندل برانش بلوك. فهذا الانسداد ايش حيسبب؟ حيسبب كوز فور ديبولاريزيشن اوف ذا سيبتوم اند ليفت فنتركل تو مور سلولي، حيسبب انه ديبولاريزيشن بالليفت فنتركل حيصير كلش بطيء. فالليفت باندل برانش بلوك the right ventricle is activated in a normal fashion، يعني هنا الرايت فنتركل قاعد يشتغل بصورة طبيعية لأن الكهربائية توصل له من الرايت باندل برانج بلوك. which bases to the left side of the septum below the block. فالكهرباء حتى النقل من جهة الرايت جهة الليفت اللي هو تحت
الانسداد بلو ذا بلاك. فهايش حسبب حسبب عندنا دي بولاريزيشن بالليفت فينتركل داوس اكتيفيشن اوف ذا ليفت فينتركل. بس هذا الاكتيفيشن يصير ديلي يعني متاخر، فحيسبب لنا انه وايدنج بالكيو ار اس. طبعا هناك اكو نقاط احنا لازم نخليها بنظر الاعتبار لما نقرا الاي سي جي بالليفت باندل برانج بلوك. سبتال اكتيفيشن از اب نورمال موفمنت فروم ليفت تو ذا رايت. The force of the septal depolarization move away from the positive V1. Thus, initial part of the QRS is directed negative. ليش؟ لأن الكهرباء هي هنا حتصير باتجاه معاكس للقطب الكهرباء الموجب. فنتيجة لهذا نشوف الـ QRS is directed negative. اثنين، right ventricle depolarizes normally with the direction of the depolarization moving toward the positive electrode. right ventricle depolarization يصير بي normally. ليش؟ لأنه البندل برانج بلوك يتجاز بالكهربائية فصير normally. So the second part of the QRS نشوف صاير الابورد، نشوف ابورد يصير. طبعا هنا the left ventricle activation occur abnormal movement away from the positive electrode. ففي حين انه الليفت فينتريكل يصعد توصل الكهربائيه، فدي يصير عندنا الموفمنت مالته باتجاه. طبعا الاي سي جي كرايتيريا فور ليفت باندل برانش بلاك، احنا حنشوف الكيو ار اس وايد از مور ذان اوبن 12، والكيو ار اس نشوف بها ناتش. And the T wave is usually inscribed in the opposite direction of the R wave. بعوها اللي T wave يصير بس opposite direction. ونشوف أيضا ال QRS جاي على شكل button for V in the lead 1 lead 2. ونشوف ال QRS جاي على شكل RSR or M wave in the lead V6 V5. ونشوف أيضا أكو secondary، يعتبر secondary change in the ST and T wave changes. مثل ما قلنا أنه T wave تيجي باتجاه معاكس يعني opposite direction لل R wave. بالليفت من الليفت باندل برانج بلاك ايضا اللي نشوف الكيو ار اس اللي دوان تيجي بيه وايد. طبعا بهذا السلايد اكو ستر بالبي 1 نشوف وايد كيو ار اس. فاحنا من احنا قلنا وحدة من الكرايتيريا اذا شفنا ستر بي 1 وشفنا ال QRS شكل V أو QRS wide و negative، فمعناها المريض عنده left bundle branch block. إذا نشوف هذا السيستريب left bundle branch block، إيش نشوف؟ نشوف بي موجود ال B wave، نشوف عندنا ال QRS uniform B wave، ال QRS uniform. كلها يعني مشابهات، والبي ار انترفال نورمال، ونشوف عندنا هو ريجولار ريثم. فهذا هو يعني هذا عندنا التشخيص مالت المريض مالتنا، هو عنده ليفت باندل برانش بلاك. طبعا هذا السلايد يخبرنا شلون نقدر
نفرق بين ليفت باندل برانج بلاك وبين رايت باندل برانج بلاك. يمكن بالفي 1 اذا خصوصا اذا كان الريثم هو نورمال فاحنا وشفنا نروح على الفي 1. اذا شفنا الفي 1 بيه الكيو ار اس وايد ونيجاتيف يمكن هاي تميل اكثر شيء للليفت باندل برانش بلاك. اذا كانت عندنا الفي 1 الكيو ار اس وايد بوزيتيف يمكن تميل اكثر شيء الى الرايت باندل برانش بلاك.